أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني. أسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان، وأن يرشدنا إلى ما فيه خدمة الوطن والإنسان. أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.